أكيد نحن معنيين، لأنه من 5 سنوات تقريباً صدر قرار كمان من رئاسة الجامعة بيمنع أساتذة الجامعة من التصريح ومن الكتابة، ومن ثم كمان تتلت عبر الصحافة، وهلأ إجا دور المحامين. وبالتالي الأزمة هي أزمة نقابات بشكل عام، وأنا بالطبع أنا معنية، يعني بشكل مباشر وغير مباشر أنا معنية، لأنه للأسف أنه لو القمع هو كان قمع عسكري كان ربما يعني خلينا نقول نقدر نبلع هيدا الشيء أو نهضمه، بس أنه يصير القمع مقونا أو حقوقي لمنع الحريات هيدا شيء ما ممكن نقبل فيه أكيد. فأنا جاي لحتى أتضامن مع حالي بالدرجة الأولى، ولأتضامن مع أنه يبقى في حريات بهذا البلد. ويعطيكم العافية.